بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 218. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام القضاء، وكنا في الحلقات السابقة قد تحدثنا عن أحكام الشهادة التي هي من أهم الطرق القضائية، فيناسب أن نتحدث في هذه الحلقة عن مخاطر شهادة الزور ليكون المسلم على حذر منها وبعيدا عنها. فقد قرن الله شهادة الزور بالشرك، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وروى الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وروى ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. وقد تسأل أيها المستمع الكريم: ما هي شهادة الزور؟ فنقول: شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة التي ليس لها أساس من الصحة، يعني يشهد الإنسان بما ليس له به علم، إما بدافع الحمية لمناصرة المشهود له بالباطل، وإما بدافع الطمع بما يعطيه المشهود له من مكافأة مالية أو غيرها، دون تفكير في العاقبة الوخيمة والهوة السحيقة التي يقع فيها شاهد الزور والمشهود له. إن الشهادة يجب أن تكون عن علم بالمشهود به. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم ما تشهد به ألسنتهم. فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما يتحققه، إما برؤية أو سماع من المشهود عليه مما يفيد العلم لدى الشاهد، وما لا يعلمه لا يجوز له أن يشهد به. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتحفظوا يا عباد الله في شهاداتكم، وتحرزوا مما تنطق به ألسنتكم، فإن شاهد الزور قد ارتكب أمورا خطيرة، منها الكذب والافتراء. قد قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومن المحاذير التي يرتكبها شاهد الزور أنه ظلم الذي شهد عليه، بحيث استبيح بشهادته عليه دمه أو ماله أو عرضه. ومن المحاذير في ذلك أيضا أنه ظلم المشهود له، فساق إليه بشهادته حق غيره ظلما وعدوانا، فباع شاهد الزور دينه بدنيا غيره وظلم الناس للناس. ومن المحاذير في ذلك أن شاهد الزور قد استباح ما حرم الله من الكذب والدماء والأموال والأعراض، واستباح محرمات كثيرة بشهادته الكاذبة. إن شاهد الزور من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقلب الحق باطلا والباطل حقا. وشاهد الزور يغرر بالحكام ويفسد الأحكام ويساعد أهل الإجرام. فكم خربت شهادة الزور من بيوت عامرة، وضيعت حقوقا واضحة، وأزهقت أرواحا بريئة، وفرقت بين المرء وزوجه، وحالت بين صاحب الحق وحقه، وجرأت المفسدين على الفساد. وفي وقتنا هذا كثر التساهل في التزوير، خصوصا في مجال التزكيات، فإذا طلبت تزكية شخص تبادر الكثير إلى تزكيته دون علم منهم بحاله وسلوكه، ودون اعتبار لما يترتب على تلك التزكية من مخاطر. فقد يتولى هذا المزكى منصبا يسيء فيه إلى المسلمين، أو يستغل هذه التزكية للتغرير بالمسؤولين فيأخذ ما لا يستحق. ومن التساهل في شأن الشهادة: الشهادة لشخص أنه فقير
أو أنه مدين فيعطى بهذه الشهادة المزورة أموالا لا يستحقها من الزكاة أو الضمان الاجتماعي. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا شهادة الزور، فإنها تفسد المجتمعات وتحول دون تنفيذ أحكام الله، وتغرر بالقضاة والمفتين، وتفسد الدنيا والدين. إنه يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا شاهد الزور بالعقوبات الرادعة ويشهروا به حتى يعرفه الناس فيحذروه. أيها المستمعون الكرام، واعلموا أنه كما تحرم الشهادة بغير حق، كذلكم يحرم كتمان الشهادة بالحق. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال الله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فيجب على من عنده شهادة بحق أن يؤديها متى احتيج إليها، ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يحابي بتركها قريبا أو صديقا. إنه يجب عليه أن يشهد شهادة الحق ولو على نفسه أو أقرب الناس إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كما أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تكتم الشهادة التي عندك إذا كانت لعدو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو دين العدل حتى مع الأعداء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله الثبات عليه والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.